17 سنه نعرفه بعض اقل شيء ولاول مره باش نعمل لك حوار الصراحه صراحه راح حاضر باش تعطينا الاجوبه الصحيحه باذن الله باه لطفي بنطقه عشت طفوله صعيبه وقعت مأثر عليك يظهر لي حتى لليوم رغم انك نجحت لكن يظهر لي بينك وبين روحك تعتبر روحك حققت الحرمان وعوضته ولا اي بيان سور قلت لي تعدي طفوله صعيبه وحتى في جاري يا حموده السيناريو اللي كتبته انا وعفيف اللقاني الله يرحمه كتبته الرول الروحي دور الهادي وقبيله برك نحكي في اللوف انا وميغال وانا وبيا معناها من المسلسلات اللي حبوها الناس حبوها الناس الحمد لله بابا يرحمه صحيح قال انا لطفي ضربته لطفي تعبته لطفي فكيت له كورته لطفي ما عادش طفوله بائسه ما عادش طفوله باهيه لكن هذاك انا نمن اللي الانسان كي يتوجع يخرج حاجه كي تشوف عبد الحليم كيفاش معناه عاش يتيم ولا تشوف عبد الوهاب ولا كاظم الساهر بلاده معناه وتحكم بالاعداء مع كاظم الساهر في العراق والا اي انسان يتوجع يخرج حاجه انا معناه الحمد لله من فضل ربي اني بديت روحي بروحي بنيت روحي بروحي نورمالمون اللي يتوجع في الدنيا ما يوجعش شكون اللي وجعته؟ ما يوجعش بكلام لا كي تتوجع تولي توجع خاطر الانسان تصريحات توجع شوي اي شو الانسان راه عنده قدره نقول لك مازال تدخل لك انا مش من فراغ الانسان راه عنده قدره نتاع تحمل وقت كي ناكل انا برشا ضربات نرد الفعل بيان سور لا ترد الفعل ما مش على واحد عمره ما حكى عليك مثلا مثلا شكون اللي عمره ما حكى عليك قلت انه كريم الغربي ما يعجبنيش اي بسام الحمراوي هو امل الدراما في تونس ما زلت على موقفك هذا برغم اللي الكلام يوجع لا هاش قلت بالضبط حرفيا راهو شوف قلته في شمسة اي اخذر لي اخذر لي راهو ثم الكلام ساعات يتحرف شويه ثم حاجه من سياقه لا نقول لك لا لا انا كي نقول حاجه جاسوم قول قلت خي انا ثم الناس ما نعجبهمش خي مي قالوا مش تونس كل تعجب اذواق تبقى انا في الكلمه هذيك اللي قلتها على كريم وقت قالوا لي مثلا شكون تخير امل الكوميديا قلت بسام الحمراوي قالوا لي كريم الغربي ما يعجبنيش اي قلت كريم الغربي ما يعجبنيش قلت هالكلمه معناتها اليوم مازلت عند موقفك هذا لا لا تبدل موقفي نقول لك علاش خاطر الانسان كي يتطور حاجه راه ممتازه خاطر كلنا رانا نتعلموا لتوا والغدوه والبعد غدوه كريم من الاول وقت اللي يخرج هو فهمت كريم الغربي السنين اللي عديتهم بطال ايه واحنا نعرفوا اللي بريمير سيستون يصفق ويتبعوه الكل معناها حسيت اللي ثم ماكينه وراه من غادي السكسي اي صحيت لا نكمل كريم غادي كل جمعه كم. يعني في مليون ونص فيات لا حتى 30 مليون مش هذا المشكل ما نكونوا صادقين انا جاسيوم كي نقول جاسيوم كريم بدا الفتره هذيك من بعد بدا يتطور من بعد ولا يخدم من بعد ولا تحسوا الى ايفولوي معناها كبر تفرجت في عمل ايميسيون لا والله لا تفرجت والله العظيم لا تفرجت اما مش كريم ما تفرجتش ولا لا ما تفرجتش بالحق ما تفرجتش اما ما خدم معناه من الاول مش كريم تعطاو انا من الاول قعدت راي من بعد بصراحة واخلاقيا الطفل على قدر عالي من الاخلاق جو كونفيرم ناكد هذا باهي لطفي باش نعدي لك تصاور قول لي يعجبك ولا ما يعجبكش اي ثم تصور ما نحبش نجاوب نتعدى بس كان نعدي تصور كل وانت بعد عاد ما دام مصور عادي تصور كل انا حر في طرح الاسئله وانت حر في الاجابات يوف الحديث به قل لي يعجبك ضامر ولا منهم ضامر ولا تصويره الاول كريم ضامر ولا ضامر عسل عسل مش ضامر ضامر به تاخذوا تابل فيت في بيان في امينه كريم توب توب انا مخمم ما نهضموش بشر هذين ظهري فادلك فادلك يا ودي فادلك مش فاش فادلك قلت ما نهضموش هذه عندي مشاكل انا وياه خلينا نفضوها ما يصيرش عندي مشاكل انا وياه شنو مشاكل؟ مشاكل انت بالعاني بالعاني ماهيش بالعاني مشاكل تجيبي بصراحه راح نحكي انا وياك ما عندي مشاكل ما عندي مشاكل اي مثلا مشاكل بيتزا ما خلصهاش اللي خذاها هذيك باه كريم بنات نون سولمون ضامر مي اون بلوس خدام خدام باه بنين ياسر كريم والله باي. من اعز من الناس اللي عرفتهم اول ما بديت مع قناه الحوار التونسي من 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 احلى لي كرونيكور ومن بيان سور ما نحكيش على امكانياته وهو ككوميديان اما اخلاقيا هو بسام لو توب دو توب من اعز الناس تعدى للكوميدي الثاني ضامر ولا جعفر القاسم هكا جعفر انا نحبه في حاجه جعفر
اللي برشا ناس ما تعرفش خدم معايا في حنا بعد في حومتنا. وقت حطوا له تصاوري كيما هكايا مع عبد الرزاق شابي، قال نحب نشكر لطفي برشا، الفضل ربي ولطفي انا في بدايتي، ومن بعد عند العساس وما ينكرش، والانسان ريت كيفاش قلت كيتالم وما ينكرش ماضيه ما تخافش منه، معناها قال كلمه حق في شخص المتواضع يعطيه صحه. وعاودها من بعد في العالم يضحك كي جبتها، قبل لي قال لي قبل ما نبدا البرنامج نحب نقول فضلك كبير عليا، هو الفضل ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله وانا حلوا الباب وانا حليت للناس. ايه التصوير اللي بعد نعطيوش راينا احنا؟ لا لا، محمد العون عادي عليه، نحبش نعطي فيه حتى راي. يعني ما نحبش نعطي فيه حتى راي، على خاطر هو انسان معناها بصدق ما يحبش الخير للناس. انا محمد العوني ما عندي ما حد شيء بالحق، كي نقول لك امين. علاش الموقف هذا؟ هات نقول لك، تحبني نتكلم بصراحه؟ باهي نتكلم بصراحه. انا من الناس هاني في الميدان، قداش عندي هاي بي مسيره كامله، مسيره كامله اذاعيا وتلفزيين وهم الاولاد وكذا، عمري ما عندي مشكل مع حتى حد في الدنيا ذي، ما عندي. حتى كان حد عنده مشكله معايا راه هو عنده معايا انا كلطفي، اما انا باش نعمل مشاكل مع الناس ما نعملش، خاطر نمن بحاجه اللي الانسان كي يخرج ما يعرفش يرجع والا لا. الانسان هذا انا ما عندي معاه حتى شيء، يمشي مثلا كي يحكي شبيه هو يخدم ثلاثه خدم وانا ما نخدمش. في حنا بعد عيطوا لي على الكاميرا كشي قيس خو لطيف العارفه، خدمت كيفاش هو مش... والله قالوا لي 30 حلقه بعد 15 قلت ربي يجيب القسم، نتعاون هو شويه وانا شويه. في الاخر بكلش قال، قال هو قطع لي قسمي وهو اللي عمل لي هو اللي قد لي. طلبني نهار قال لي انا ندبر راسي في الكراهب، خلينا نستعرف وتحبوا نتكلموا، انا ماذا بيا ما عادش نحكي عليه سيد، اما كي قلت تكلم هاوش نتكلم. قال لي ندبر في راسي في الكراهب، قلت له ما فما حتى مشكل. قال لي راهو الاداره نتاعك في المطار، مشيت للمدير قلت له راهو يدبر في راسه، هز تليفون قالوا معاونوه، قالوا له ليه الكراهب هذه شريتها اوتيس، عرضني في لافايت. قال لي حرمتني منها الكهرباء، قلت له والله العظيم ورحمه امي وراس اولادي راهو خذيتها اوتيس. قال لي مع شكون تحكي فيها الحكايه هذه؟ جاي تحكي فيها لي انا؟ حلفت لك برحمه امي وبراس اولادي، ما اكثرش من هكا تقول لي الكلمه كيما هذيك بكلمه نابيه. على كهرباء توا؟ ها؟ انت بتغش عليها على كهرباء؟ ليه؟ هو الكهرباء تباعت ما شراهاش هو. الكهرباء ما شراهاش هو. علاش بتغش عليه انت؟ انا متغش عليه خاطر انا حلفت لك، لي انا ما عندي حتى ضلع. وحلفت لك برحمه امي وبراس اولادي، ما اكثرش من اغنى من 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 ام واحد. فهمت؟ سيرتو معناه كي يمشي في الاذاعات عندي انا ما يثبت. هو اتهم قال انت تعمل في دي كاميرا كاشين فابركين. هو اللي يعمل في فابركين. هو كتب في جريده التونسيه هاي موجوده، نعم فبركت الكاميرا الخفيه من اجل اسعاد الناس. شنو تسعد الناس تفبرك لهم؟ انا عملت للتاريخ. عملت ما يقارب 300 كاميرا خفيه، 10 سنوات في 30 حلقه. انت بالذات عملت الكاميرا خفيه. وتعديت كلها تيت. صحيح ولا؟ صحيح. دالي دمق ان شاء الله لاباس، ما جا كيس في راسه. واللي غاضني انا بالحق عملته حلقه على الكاميرا وقت جا هو وقال نعطي صفر على 10 لطفي ويفبرك وندر شيء. انت بالحق معناها كنت نجم امين تقول كلمه حق في انا كيما انت ما خليتك تحكي رايي بكل صراحه، كيما هو كي جا خليته يحكي رايه بكل صراحه. لا ما هو للتاريخ انت معناها تعديت عليك حلقه، خاطر ثم شكون قرا والناس كلها تفبرك. الحلقه اللي فيها مثلا صارت بالرسمي معناتها اقسم بالله، اقسم بالله لا فبركت حلقه. ومختاره ليلي ثلاثه مرات عملت له كاميرا كاشي هو موجود. الحاج الحاج ايش اسمه؟ منصف بن سعيد، شريف علوي، كل ما ثماش كون ما يحصلش راه. بلا نكمل الكلمه هذه، راهو اي انسان يحصل الكاميرا خفيه، انا حصلت ثلاثه مرات، خاطر على طريق عائلتك، على طريق صحابك، التكنيسيان اللي معاك، المخرج، تتعدى عليه. نجم نلقى لك حكايه. باهي، ضمر ولا اللي بعد؟ اي محسن بولعريس، محسن بولعريس يقتلني بالضحك. محسن بولعريس من احسن الممثلين في تونس الضامرين، في مجلس الشيوخ معناها وقت اللي نعملوا لقطه يقول نضرب راسي لين يزرق قدام ذاك تشقلب كي القرد، تطول تشقلب تو ويعمل لك ويمشي يتشقل بنا، معناها عنده امبروفيزاسيون رهيبه. محليه محليه بالحق. اي محليه. هل صحيح؟ هل صحيح انه مثلا انت حكيت على مجلس الشيوخ؟ ماهوش بيخوع حظ. قال معناتها هو قال يبدو انه قال انه لطفي هو اللي سرق مجلس الشيوخ. كيفاش سرق؟ معناتها هو قال عليك. قال لطفي سرقنا مجلس الشيوخ. فين قال؟ انا ما نذكرش، اما انا كان قال في اذاعه قالها وناكد لك. لا هو فكرتي انا للتاريخ، منصف الكاتب المخرج الكبير تحيه ليه، لو غرو منصف الكاتب هاو موجود، خذيت الفكره. الفكره كيفاش هو خدم معايا، كيفاش سرقتها؟ هي خدم معايا. هاو نقول لك شنو اللي صار بالضبط. انا الفكره نتاعي منين خذيتها؟ جيت داك الشابين يلعبوا في الخربقه وانا نسكن في حي شعبي من شيره الورديه، نلقاهم يلعبوا، قالوا اي مت حرب الخليج، قالوا الليله صدام يضربهم بجرشومي. الجرشومي فزت ليه مانيا، قالت لي ريضه صدام على المانيا، قالوا جوابنا بداوا بك الطريقه هذيك. جيت حكيتها للمنصف الكاتب، عملناها، عملنا كان اسمها ليش وين فيكم، كلمه عبد عزوز الشناوي الله يرحمه، قال لي نعملوا لها ليش وين فيكم.
يا اخي واحد السكريبت قالت لي مش مجلس شيوخ خير، هاي قلت بلا مجلس شيوخ في امريكا ثم مجلس شيوخ. دونك كلامه مش صحيح. لا غلط. باهي قبل الاخرين. لا غلط، هذه هي غلط. باهي قبل الاخرين ضامر ولا؟ لا عاد المعلم. الكينج. لا لمين شوف تربينا عليه وعلى مسرحياته ومن فرقة من كيجام الكاف، شو الكبير كبير وقعد متواضع. لمين نادي ضيفنا الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. لمين نادي هو ضيفنا؟ وين من استدعاه يجيني الجمعة الجاية وتربي. باه الآخرين ضامر ولا مش ضامر؟ صحتك شي مش ضامر حتى. صحتك كنت أنا حسرة ولاد الحبال أنا. ميغالو نحبو ميغالو كشخص ونسمعو، أما كممثل ما نجحش. هو بيدو قال أنا ما نجحتش في التمثيل وميسال إن شاء الله يقبل مني أو بجنبي هو طيب. يقبل بأيش يقبل؟ خاطر في التقليد قعدوا مختار تليلي وحمد المغيربي ديجا قال لي أنا عطيته الرخصة وقتها مع سمير الوافي وقعدت الحكاية معناها هي بيدها والبناي نتمنى ميغالو راه مخير خاطر قاعد يدور قاعد يكرر في نفسه قاعد ماهوش ميغالو اللي عنده طاقة كبيرة ينجم يكون مخير برشا. ضامر ولا ليه؟ متوسط يقلدك هو مش ممثل يقلد يقلد برك. انت تفضلك ولا ليه علاش فادي رأي شنو جبتوني باش نعطي رأي؟ والله العظيم تكلم انت في بلاصتي ليه تفهم كل شيء انت سألوا عندي رأي وبيضة وكل شيء ما يزم تفهم هذا رأيي فيه نجمي ما فيش بعض من التحامل معناتها علاش تحامل عليا هو جنبي قلت له انا علاش ما تكلمتش في غيب لا والله يا خير قلت له في وجهه خير ان نكره اني فقط قاعد هو حتى قال ما نجحتش حتى في فهم كي جاي يقول لك ميغالو ولا لا ما نعرفش ميغالو ضامر ولا زياد تي لا ما كيما شبيك وفي يا اخي لاباس علاه لاباس اني ناخذ في الدواء الحال الاعصاب يا اخي اللي تجيبوه تحبوا يتكلم كيما تحبوا انتوما وريتك كيما يحب مجهود ليه رايي انا الشخصي يا اخي علاش شكون دبر عليا قالوا مش ضامن ما قلتش قلت ما في التمثيل ما شو ينقصوا شو ينقصوا ميغالو شنو ينقصوا ميغالو باش يولي ضامن هو ما يكون روحه يعمل تياتر يخدم اكثر ينتج اكثر ما يستسهلش هو يستسهل حاسه يستسهل يجي يسجل ويروح بالحق سجل بيته والله لا ليه سجل معناه ما ليه معناها تسجل ما. هاي اللي تحب فينا نحن ديما نضحكوا. انت تحب تضحك خاطر يضحكك اللي يجي. والله يا سي اللي يجي؟ ضحكنيش اللي يجي، انا ضحكتي صعيبه راه. لا صعيبه لا شيء. ليه والله ليه ضحكتي صعيبه سان سيرمون ضحكني بيرسونيلمون. هي تو معناها تحبوا انتم اللي تقولوه انتم تجيبوه. لا هو حر في رايك. انا هو عبد قلت اللي قالوا قال انا ما نجحتش في التمثيل. يا قدام قال انا في التمثيل ما نجحتش. عملت سيت كوم طيب. هي مرة اخي باش يعطيها 20 فرصة كان نجح راه كامل مثل. مرة برك. انتم قداش من فرصة جاتكم؟ شنو قداش فرصة؟ 200,000 فرصة جات اللي جاتكم. ربما برشا فرص تجينا ما ننجحوش فيها لكن جاتنا برشا فرص نجحنا. باهي ميغالو عندك تنجم تجاوب كان. لا جيبني ضيف نجاوبك. ما هو تكلم اليوم جيبني مرة أخرى ضيف اعطيني الصراحة هذا تنجاوبك. فرضا أنت ضيف اليوم شنو تجاوب؟ نقدر الكلام اللي قاله هو يعرفك هو. باش نقول لك لا أنا دور هذاك مشى على روحه. أما أنت ظلي أنت قعدت في مختار وفي حمد المغيرب. لا ما عادش قلدهم انا ويني لا نحكي لك مش على التقليد نتاعهم انت وقفت غادي فتني توا انا قيس انا ما نسمعش برشا انا كان ما نحبكش كان ما نحب ليه قلت لك انت معناها كنت نجم تكون ميغالو خاطر مقلد كبير ما استغلتش فرصك قعدت تتكرر ميغالو هل تعتبره مقلد فقط مقلد 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 حقا تلك حدود الله هذا حتى ككرونيكور ليه ما ترى لا نجم ربي يجيب القسم اخي باش تعرف القسم سلتي مع كل احتراماتي ليك ياسر نرجع ياسر صعيب لحظه اي هو ياسر في البطوات يرجع ما تقصش لا ما تقول معناتها صالح البطويط معناتها انت تراه بالحق والله كلمة حق عليه معناتها تراه يقعد في الراديو يقعد تحيي انت بوليس انا تحيي لا 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 مش يفادلك لا لا مش يفادلك شنو انت تقول لي اسكت باش تضحكي انت لا لا تحبوا انتم تعطيوا رايكم ولا لا لا هو راضي الخصمان انا راضي وانا والله يا اوكي خويا ونحبوا يا سيدي نحييك على الصراحة نتاعك والله ميغالو ما يعجبكش معناتها انت هاتي ورا الصالح ربي يعينك ميغالو يصفر لا يا ترى ماهيش يجيب السيف قول له لا يعجبك ميغالو يعجبك ميغالو
يعجبك؟ ليه حشمتوني يا خاطر حسيت روحي انا كاني سي بون سي بون كملنا كان تحب تكمل له اضافه كمل هنا ما عندي ما نكمل له هاني قلت له انا تنجم تتطور هكايا مع تلك حدود الله ما عندك انت وصلت عمرك 60 سنه حدود الله شويه شويه اللي عنده شويه اللي عنده شويه لا 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 هذاك الموضوع وانت كلكم درتوا فيا انا مش محمد بن عمار انا ممثل ومقلد ومنشط ونتكلم قدك انت 10 مرات الطفله هذه تقول لي ما تكلمش لابسه بالازرق انا اسمي امينه يا سيدي بثين والله لا نتفرج انا جبل اي هكا تحاول تكلم ليه عيب جدوني كلكم غداد قاعدين قتل من منال عمار لا ما تفرجش في ميغال ودوسك هاك قلت مانيش روحي بالكاب لا هذا الحق صيعت ما شدنيش ما نتفرجش فيه يا اخي شنو باش ردوا لي ميغال ومعناها ولا صحيح هذا كوكب اخر رجعت قول وسع بالك ما وسع جباله عنده الحق ميغال 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 مي